نتكلم النهارده على الامراض المنقوله بواسطه النواقل، وبنقول ان الامراض المنقوله بواسطه النواقل هي امراض بشريه بتسببها الطفيليات والفيروسات والبكتيريا التي تنقلها النواقل، ويلقى اكثر من 700 الف شخص سنويا مصرعهم، تسبب امراض مثل الملاريا وحمى الضنك وداء البلهارسيا وداء المثقبات الافريقي البشري وداء الاشمنيات وداء شاكاس والحمى الصفراء والتهاب الدماغ الياباني وداء كلابيه الذنب. ويرتفع عبء هذه الأمراض إلى أقصاب في المناطق المدارية وشبه المدارية، وهي تؤثر بشكل غير متناسب على أفقر فئات السكان. منذ عام 2014 ألحقت كوبرا فاشية الحمى الضنك والملاريا وداء الشيكونغونيا والحمى الصفراء وفيروس زيكا الضرر العديد من السكان، وحصدت أرواحهم وأرهقت النظم الصحية في العديد من البلدان. وسمت أمراض أخرى بتسبب معاناة مزمنة وحالات مرضية بتدوم طول العمر وإعاقات وحالات وصم أحيانا، مثل داء الشيكونغونيا وداء الإشمنيات وداء الفيلاريا اللمفي. ويحدد توزيع الأمراض المنقولة بواسطة النواقل عن طريق الاستعانة بمجموعة معقدة من العوامل الديموغرافية والبيئية والاجتماعية والسفر والتجارة العالميان والتوسع الحضري غير المخطط له. نكمل مرة ثانية.